بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الأخوة في هذا اللقاء المبارك، والذي أرجو أن يكون إضافة مثالية وعلمية لخبراتكم ومهاراتكم الجميلة. في البداية أحب أن أشكر الزملاء والأخوة في منصة رواق على إتاحة هذه الفرصة الجميلة للالتقاء بسعادتكم والحديث حول أحد المنصات التي أو المعنية بأدوات الابتكار الافتراضية. وموضوع الابتكار والابتكار الاجتماعي هو أحد الأسس والركائز ومجالات العمل التي بنيت جمعيتنا، جمعية تمكين الشباب وتنمية المجتمع إلهام عليه، حيث أن الجمعية تسعى الحقيقة إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي، دعوة المبادرين الاجتماعيين إلى تأسيس مشاريع تنموية سواء كان على صورة جمعيات أو مؤسسات وقفية أو على مستوى مبادرات مستدامة تعالج القضايا أو التحديات المجتمعية الملحة التي يعني يمكن ما تم معالجتها بشكل مطلوب، أو هناك تحديات قد ما تظهر عند الآخرين. نسعى إلى تمكين هؤلاء الشباب لإيجاد والبحث عن هذه التحديات، ومن ثم إقامة مشاريعهم التنموية لمعالجة مثل هذه التحديات وتقديم خدمات مجتمعية. ولهذا نطرح بين فترة وفترة مجموعة من المحاضرات واللقاءات التي تركز على الابتكار وتعزيز هذه الثقافة لدى الشباب والشابات. من أدوات أو من منصات الابتكار الافتراضي هي هذه المنصة التي سوف نستعرضها أنا وإياكم اليوم، وهي منصة ميرو. وهذه المنصة يعني أحد أهم مميزاتها الحقيقة هو وفرة النماذج التي تساعد الفريق العمل على التفكير. وقبل ما أشرع في شرح تفاصيل هذه المنصة ومتطلباتها، أريد أن أعرج على قضية أن الابتكار هو طبعاً هناك أناس خلقهم الله عز وجل بمواصفات ومميزات تجعلهم عباقرة مبتكرين، ولكن هؤلاء لا يمثلون في العالم في عدد سكان العالم إلا نسبة بسيطة، نتكلم عن 3-5% بس فقط. فكيف بهؤلاء الثلاثة أو الخمسة يستطيعون أن يقدموا أفكاراً وحلولاً مبتكرة على مشكلات العالم؟ هذا أمر يصعب التنبؤ به بصراحة، يصعب أننا ننتظر هؤلاء حتى يفكرون عنا ومن ثم نقدم أو يقدمون حلول مبتكرة. طيب، إذا ما هو الحل الآخر؟ كيف نستطيع أن نبتكر أدواتنا، نبتكر مبادراتنا، نبتكر الصناعات والمنتجات والخدمات التي تساعد الناس على جودة حياتهم؟ هنا نتحدث عن قضيتين رئيسيتين. الأولى هو الاستفادة من التفكير الجمعي عند الناس. عندما إحنا نطرح مشكلة أو تحدي ونريد من الناس عموماً
قدر ما تستطيع أنهم يعطونا من الأفكار والمقترحات والإبداعات ما يساعدنا الحقيقة على البحث معكومة وقشة هذه الأفكار، أن نبحث عن الفكرة الجديدة ونبحث عن الفكرة المؤثرة. ولهذا التفكير الجمعي، التفكير مع الناس، هو الذي الحقيقة يساعد، خاصة إذا كان الناس مختلفي التصنيفات ومختلفي التخصصات. يعني ما ينفع أننا نأتي مثلا بمشكلة مدرسية مثلا في التعليم ونقول تعالوا فقط يا المعلمين اشتغلوا وأعطونا حلول. هذا أنت قاعد تعطي، يعني تتكلم مع ناس في مجال واحد، إذن ستكون الأفكار في إطار هذا المجال فقط وليس بما هو أوسع منه. لكن أن توسع الدائرة، تجيب لك رجال أعمال، تجيب لك مستثمرين، تجيب لك حقين تقنية، تجيب لك حقين علم نفس، تجيب لك حقين علم اجتماع، واطرح عليهم هذه القضية وهم كله يفكر بحسب هذا التخصص اللي عنده. فعندما تتوارد هذه الأفكار تساعدنا على أننا نجد ونصيغ الأفكار أو الفكرة المناسبة لهذا التحدي اللي إحنا حددناه. القضية الثانية في موضوع الابتكار هو موضوع النماذج. كيف عندما نبحث عن الابتكار أو نبحث عن التحدي المجتمعي، نبحث عنه من خلال ماذا؟ ما هي الأدوات اللي عندنا؟ ولهذا ما ينفع عندك ورقة وقلم وتقعد تكتب في الورقة، يعني هذا مو منطق. كذلك ما هو منطق أن تكون أن تتبعثر الكتابات من يسار. إحنا علشان نبحث عن التحدي أو نبحث عن الفكرة المبتكرة أو نبحث عن التحليل، حتى تحليل المعلومات، فهذا يكون وفق نماذج اجتماعية. فلذا وهذا الغالب الأصل، أننا إذا فكرنا بطريقة جماعية ومتعددة التخصصات ومختلفة المشارب والعلوم والمعارف، وأخذنا هذه المعلومات من هذه المشارب المختلفة والمتنوعة ووضعناها في قوالب ونماذج تساعدنا على التحليل والتفكير أكثر، في الأخير سنجد البغية والنتيجة اللي احنا فيها. ولهذا فإن هذه الأداتين، التفكير الجماعي أو الجمعي والنماذج، في نظري ومن خلال البحث والاطلاع أنها متوفرة في هذه المنصة. ولهذا أنا مهتم بالحقيقة أني أشرح وأقدم شروحات لهذه المنصة والتعريف فيها، لأني أنا مؤمن أنها هي، وإن كانت تجارية طبعا، لكن هي بهذا البناء اللي فيه ستكون أداة جيدة للابتكار الافتراضي، خاصة الافتراضي التقني الذي يبحر بك مع الناس كلهم. ولهذا أنت لا تحتاج أنك تدعو الناس في منصة أو في غرفة استماعات أو في قاعة، لا خلاص، أنت تستطيع أن تستقطب عقول مختلفة من بلدان متنوعة وتدعوهم أنهم يأتون عندك في هذا المنصة وشاركوك أفكارهم، شاركوك خبراتهم، ويحلل أنت وإيام تحللون هذه القضايا والتحديات الملحة المجتمعية التي نريد أن نجد لها حلول، التي نريد أن نجد لها حلول، ومن ثم نأخذ هذه الحلول وننتج عليها منتجات وخدمات، سواء كانت على شكل تجاري أو على شكل خيري وغيره. فهذه المقدمة اللي توضح لنا كيف إحنا نستفيد من مثل هذه المنصة في استقطاب الكفاءات ويدخلون معنا في التفكير والنقاشات، وكيف إحنا نستخدم مثل هذه الأدوات والنماذج اللي عندهم فيما يخدمنا في النهاية إلى الوصول إلى الأفكار الجديدة وبناء النماذج الأولية لمنتجات. طيب أبدأ الآن في
في شرح المنصة، وهي منصة الحقيقة ليست ذات الصعوبة، هي منصة لطيفة بس تحتاج إلى أننا يعني بس نفهم بعض التكتيكات اللي عندها. هذه أيها الإخوة هي الصفحة الرئيسية هكذا بهذه البساطة. طبعاً مفترض في صفحة قبلها لصفحة التسجيل. أنت زي أنا الآن أديب المحذيب عندي حساب في ميرو، فأجي وأدخل على حسابي، أجي طبعاً لازم أسجل في طبعاً معلوماتك، معلومات الشركة اللي أنت فيها، الإيميل كذا إلى آخره، ومن ثم تدخل على إيش؟ على هذه الصفحة. الصفحة هذه فيها مجموعة من الأيقونات. أولاً الحساب نفسه، الحساب بس لو ندخل عليه اسمحوا لي لأني أنا بشتغل على عن طريق الإنترنت يعني، ف يعني موضوع فتح الصفحات وروح وجيه يعني يأخذ شوي وقت علينا. هذه الصفحة الشخصية، فعندنا الصفحة الشخصية اسم صاحب الحساب، وعندنا البروفايل حق التيم. فأنا مثلا هذه الصورة حق اللوجو حق التيم، أنا مثلا أعمل مع فريق ووضعنا حساب لنا في هذه المنصة، نحط هنا لوجو حق الفريق، هذا اسمه. افترض مثلاً إحنا فريق الإبداع، فريق الابتكار كذا، أنا سميته باسمي طبعاً. وهنا هنا عدد البيانات، يعني عدد اللوحات اللي أنا استخدمتها، عدد المشاركين طبعاً في الحالي. لو معي ناس سيعرض أسماءهم ويعرض كذلك العدد واللوجو إلى آخره. وهذه يعني مجموعة من يعني البروفايل التيمي. لو نروح أنا هذا البروفايل حقينا، الاسم هذه صورتي، وفيه طبعا مجموعة من التعريف. هذا هو صفحة التعريف، لأن هو اللي يهمنا صراحة أن حتى الفريق التيم نفسه اللي شارك معك في المنصة لهم لوجو خاص فيهم. ممكن تصير أصل هذه الصفحة خاصة بفريق معين هو اللي يعقد اجتماعات ولقاءات والآخر. نرجع مرة ثانية إلى المنصة. المنصة هنا مثلا عندنا هذه مجموعة من النماذج والقوالب المقترحة من نفس المنصة. هذا كمبان، وهذا خريطة ذهنية، وهذا القصة خارطة قصة المستخدم، هذه رحلة العميل، وهذه تدوين الأفكار. وهنا طبعا لو أنت عندك مجموعة كبيرة من اللوحات زي هذه تعتبر لوحة كاملة. هذه لوحة بندخل عليها ونتعرف عليها. لو أنت عندك مجموعة من اللوحات تقدر تصنفها من هنا، آخر واحدة، آخر إنشاء، آخر شيء فتحته، وهنا آخر تعديل، وهنا آخر ترتبها جديا، ترتبها على آخر ما فتح، ترتبها على آخر تعديل، ترتبها على آخر إنشاء. هذا أمر يعني راجع، تمام؟ هذه بهذا يعني البساطة. طبعا هذه التنبيهات، وهنا يعني نماذج لو احتجت انك تشوف استعراض. هم يشرحون مجموع عندهم فيديوهات يشرحون فيها استخدامات المنصة، ممكن انك تضغط على هذه ويعطيك مجموعة من الشروحات. هنا أيها الأخوة اللي هي الدعوات لها طريقتين عندهم. إما أنك تكتب الإيميلات كلها، إيميلات اللي أنت ترغب أنك تدعوهم،
أو لا، انسخ الرابط الميرو هذا، انسخ هذا الرابط وأرسله لهم عن طريق الإيميل ولا عن طريق سلاك، إذا أنتم تشتغلون على سلاك، ويوصلهم مباشرة الرابط، يدخلون على طول على الصفحة أو على اللوحة اللي فيها الشغل. تمام يا جماعة؟ هذا ما يخص الصفحة الأولى. ننتقل إلى العمل. الآن أنا أبغى أشتغل الآن، إحنا نريد أن نشتغل، نروح إلى هذا البلانك بورد، نضغط عليه. مباشرة يفتح لي هذه الصفحة. تمام؟ ثم يعطيني القوالب الموجودة. خليني بشرح لكم هذه القوالب قبل، ثم ندخل على اللوحة. على اللوحة. هذه يعني هذه القوالب أنت تختار منها. فهو مثلا يعني ميزة الموقع والمنصة انه ما يعطيك اياها يعني استعرض لك اياها وخلاص، لا، هو يعطيك مثلا تصنيفات لها. وعنده هنا تصنيفين. تصنيف الموصى، يعني مثلا هنا هذا التصنيف، اضغط على هذا، اعطاني القوالب والنماذج اللي عليها توصيه. ولو اضغط على الشائع يعطيك القوالب الشائعة، القوالب اللي شائعة للناس عادة تستخدمها. لاحظ هنا مثلا الخارطة الذهنية، حق هذا اللي هو الإجراءات، البروسس والإجراءات، هنا رحلة العميل، وهنا قصة المستخدم وتدوير الأفكار وإلى آخره، يعني في مجموعة كبيرة صراحة من هنا مثلا يعطيك، شوف كيف هو قاعد يصنف، ايش يصنف الـ 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 القوالب الموجوده في الموقع. هذا قالب حق او القوالب الموصى بها حق الميتنج، حق اللقاءات والاجتماعات. هنا مثلا المكونات الرئيسيه، هنا النماذج الاوليه، اي شيء يتعلق بالنماذج الاوليه تحصلها هنا. طبعا في اشياء يعني مجانيه من خلال اشتراك في الحالك، وفي قوالب لا تحتاج الى انك تسوي ترقيه لك. وهنا كل القوالب، اول تم كل القوالب يعطيك اياها. شوف كيف مجموعه كبيره من القوالب، لاحظ هذه كلها قوالب تساعدنا على اننا اذا استخدمناها يعني نستخدمها ونفعل دور الفريق اللي معنا لموضوع كيف نصنف، كيف ننتقل من 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 فكره الى فكره. وحتى هذه القوالب تستطيع انك تستخدم اكثر من قالب وتربط هذه القوالب او هذه النماذج ببعضها يعني. وهذا مجموعه كبيره الحقيقه من القوالب المفيده. و في هذا تصنيف، هذا احد التصنيفات اللي النماذج اللي عنده. تصنيف اخر اللي هو حسب الاستخدام، تصنيف حسب الاستخدام. يقول لك مثلا هنا القوالب المتعلقه بالعصف الذهني، القوالب المتعلقه بالعصف الذهني، فتطلع على كل القوالب بالعصف الذهني شلون. وبعدين مثلا هنا في موضوع الابحاث والتصاميم، القوالب اللي خاصه ب يعني تبحث في شيء معين، في تفسيرات معينه، تبي تصمم حاجه معينه، فهذه يساعدك، هذه القوالب كلها تساعدك على زي ما يقول الله هنا البرسونة اللي هو شخصيه العميل، هنا الامبثي التقمص، يعني واشياء يعني. وطبعا
هناك قوالب تتكرر الحقيقه في اكثر من استخدام، وهذا شيء طبيعي. نجي هنا مثلا للقوالب الخاصه بالاستراتيجيات والتخطيط. اول شيء طلع عندنا اللي هو البزنس موديل، النموذج العمل التجاري، ورك فلو، بي اي بلاننج والى اخره. هذه كلها في التخطيط ساعدت على بناء الاستراتيجيات، بناء التخطيط، فهم بشكل اوسع. وطبعا ما يعطيك المعلومات، بس هو يعطيك النموذج اللي تعبي فيه المعلومات حتى تفهمها، تستطيع تفهمها بشكل جيد. وهنا اللي هو الاجايل، المراحل العمل، وهنا اللي هي الخرائط والرسومات، و النماذج اللي متعلقه بتيسير رؤوس العمل، تيسير ورش العمل. وفي طبعا يعني هو ما خلاه شيء ثاني، يعني ما خلاك بعد على هالنماذج هذه، يعني يقول لك اذا انت تحتاج قوالب بالتصميم، يعني هم يصممون لك اياها بشكل خاص الكاستم هذا، فيقول اكتبيها على البرسونال ولا على الشاب، يعني انت تختار اذا هو تصميم شخصي ولا يعني تشترك مع ناس اخرين. وهكذا. الشيء الاخر في هذه القوالب، خلينا بس نرجع هنا مثلا. هذه القوالب لو انا بختار قالب الان، عنده يقول لك تبغى تضيفه او شاهد القالب تعرف عليه. تضغط مثلا فيعطيك القالب، يعطيك يعني لاحظ كيف هو قاعد ايش؟ يفسر لك كيف تعبي القالب هذا. يعني هنا تضع الاشياء، هنا الفكره، هنا الاشياء المتعلقه فيها، وهنا طبعا شرح مختصر ولير، يعني لو تبغى بحث اضافي تضغط عليه ويشرح لك اكثر في هذا النموذج. تروح مثلا نموذج ثاني، انا هذا زي هذا النموذج، انا مثلا شفت النموذج هذا والله ما فهمت شو، فيعطيك التقمص، خريطة التقمص، فيشرح لك ايش المقصد من هذه الخريطه، واذا تبغى معلومات اضافيه يعطيك اياها. وقص على هذا اشياء كثير، يعني زي هذا مثلا اللي هو خريطه الرحله، العميل مثلا اللي بيروح هنا وايش بيصير، ايش التاتش اللي في ذا، ايش نقاط الالتقاء، كيف الشعور والى اخره. فهو يعطيك فهم او يعني صوره كبيره للنموذج او للقالب، ويعطيك كيف يعني تستخدم هذا القالب من اجل التيسير، من اجل ان ييسر على المستخدمين استخدام مثل هذا القالب. وهذه يعني حاجه جميله. طيب، هذا ايها الاخوه باختصار يعني شرح القوالب والنماذج والتصنيفات، التصنيفات اللي تتبعها. وبلا شك يعني ان الموقع ليس يعني يحتاج الى انك تجرب النماذج، كيف تشتغل عليها، كيف تركبها، حتى توصل الى مرحله انك تفهمها. واحيانا، وهذا اللي يعني نوصي به، ان يعني باي شكل من الاشكال، اي مؤسسه او منظمه او حتى اي شخص، ما هو يعني ما هو محتاج الى كل هذه النماذج الصراحه. ماذا يفعل؟ حاجه بسيطه، يعني هو يطلع عليها ومن ثم يختار ابرز ايش؟ ابرز القوالب اللي يرى هو فريق عمله تساعده على التفكير وعلى الابتكار او حتى على اداره فرق العمل. يعني الموقع ما هو كذلك متخصص تماما في الابتكار، هو يعطيك ادوات اداره فرق العمل عن بعد، وهذه القوالب تساعدهم على انهم يفكرون ويبتكرون، وتجيب ناس من برا ويفكرون معك حتى تخلق ايش؟ افكار قيمه وجديده ومبتكره. احنا الان كذا انتهينا من استعراض القوالب وتصنيفاتها. يعني لو اختصر الان، احنا عندي تصنيفات، ثلاث تصنيفات،
التصنيف الأول فيما يخص الحالة العامة، العلاقة في الجمهور بهذه، فهناك نماذج موصى بها، نماذج تستخدم دائما، في نماذج تستخدم دائما في المقابلات، في البناء، في آخره، وفي نماذج على استخدامات، على الاستخدامات، يعني في أي شيء تبي تستخدمها، في التخطيط، في التصاميم، في العصف الذهني، في كذا، فأنت عندك مجموعة من التصنيفات الجيدة حتى تدخل على طول على النماذج اللي تهمك في لقاءاتك الجاية، لقاءات القادمة. تمام؟ طيب، الآن إحنا كذا ندخل في أساس العمل اللي هو اللوحة. هذه لوحة ممتدة، يعني أنا لو أسحب، شوف أنا قاعد أسحب الآن، أسحب أبي أوصل آخر شيء ما أقدر، يعني لوحة ممتدة تكتب فيها وتضع ما تريد من القوالب والأشياء. الآن أنا عندي في هذه اللوحة عندنا أربع عناصر أو أربع أدوات أو تجميعات. الأولى اللي هي هنا هذه ما هي فائدتها، وهذا عدد مجموعة من الأدوات اللي على اليسار، ومجموعة من الأدوات اللي أسفل على اليسار، وهنا أدوات على أسفل على اليمين، والأدوات فوق على اليمين. أبى أشرحها واحدة واحدة، طبعاً هذا أهم شيء اللي على اليسار، أبى أشرحها واحدة واحدة حتى نخلص ونحط، طبعاً بقى نشخمط أنا وياكم حتى نفهم كل أداة إيش هي تستخدم فيها. أولاً أيها الإخوة، عندنا الشريط هذا السهم له استخدامين. الاستخدام الأول إذا كان بالأسود، إنه يحرك اللوحة بطريقة سليمة وسهلة، يحرك اللوحة. أنت مثلاً عندك كتابات هنا، تبي تبعد تروح تضغط كذا وتكتب، زين؟ لو ضغطت عليه وصار باللون الأزرق، هنا أتحكم باللوحة، يعني الأدوات الموجودة في اللوحة أقدر أظللها وأحذف، أو أستطيع أضغط كليك يعني الإنترنت شوي ثقيل، أضغط كليك وأكتب. أكتب مثلاً منصة ريوق، تمام؟ طبعاً هذا شيء بدائي، يعني مو بشيء رئيسي الصراحة في المنصة، لكن حاجة بسيطة يعني. أنا مثلاً كتبت ريوق، فعشان أنا أحركها على اليمين أروح أضغط على سير في الأسود، ها؟ ثم أسحب. معليش، طبعا هو شوي تعامل معه، ثم اقدر اسحبها في اي مكان. هذه افترض اني انا ابغى اكتب مره ثانيه، اضغط كليك الين يطلع لي مربع ثاني، اكتب مثلا جمعيه الهام، ثم مباشرة أوصل بسهم، وكأننا الآن ربطنا بين هذه الجمعية وبين منصة رواق بهذه الطريقة. وافترض أنك أنت وضعت مجموعة من المربعات، لكن طبعا هذه ما تستخدم صراحة، لكن أنا أعطي أن هذه أحد الأشياء اللي نستخدمها. طبعا شلون بمسح هذه؟ أمسح بطريقة، أظلل، شوف شلون أنا سحبت مرة ثانية معي، هذا الآن السهم بالأزرق، كيف سحبت؟ خلاص تظللت، أحط إيش؟ حذف، تمام؟ خلصنا من هذا. هنا نتكلم عن إيش؟ عن هذه، عن اختيار ال
هذه عن اختيار القوالب، لو تبغى أنت تضيف قوالب وتضعها بهذه الطريقة، تمام؟ طيب الأمر الثاني، هنا الكتابة، يعني لو أنت تبي تكتب اللي احنا تكلمنا عنه قبل قليل، يعني ممكن أنك تضغط من هنا و تمام وتكتب ما تريد زي ما تكلمنا قبل شوي. وهنا الستيكي نوت، يعني انا مثلا بستخدم الستيكي نوت الان، ايش سويت هنا؟ ضغطت على الاصفر، طيب وانا بحطه اروح اختار، اروح لاي مكان ابي اضغط كليك تعطيني ايش؟ النوتة. اكتب فيه، اكتب مثلا احتكار الخدمات، تمام؟ طيب وهنا طبعا ادوات، يعني انت مثلا اللون، الحجم، اذا انت بتحط رابط داخل الورقة، اذا انت بتكبر الخط الى اخره، هذه كلها ادوات، او انت بتقفل اصلا هذا عشان ما حد يشتغل عليها، او انك هنا طبعا يعني مجموعه من تبي تنسخها ترسلها لاحد، تبي تضيف عليها، تبي تحذفها، هذه كلها خدمات حتى في الحاجه البسيطه هذه. نجي مثلا نرجع ثانيه نختار هذا، نجي نضغط على اي مكان ثم نكتب مثلا المساجد، نروح مثلا نختار وهكذا، تلاحظ انه يعني قد هذه النوتات قد تعفينا حتى من النماذج، احيانا من ما تستخدم النماذج تستخدم فقط ايش؟ الستيك نوت هذه، حتى ان ترتب الافكار عندك، تربط الافكار بين بينها، مثلا هنا نقول المصنع. فأنا الآن كيف أربط ابتكار الخدمات بالمساجد بالمصنع وكذا؟ فحسب طبعا لاحظ أن أنا أمد السهم هنا وأروح للسهم الثاني، هذا مثلا يعطيني سهم وديني لهذا، ممكن يعطيني سهم آخذ من هنا سهم وأروح لشيء آخر وأربط بشيء آخر وهكذا. هذا هو يعني هذه هي الفائده من الستيك نوت هذه. تمام؟ طيب. بالاخير انت تستطيع تضع مجموعه كبيره من النوتات تربط بينها في الافكار وكذا وحتى الخلط. طبعا انا الان خلاص خلصت من النوتات هذه، مثلا ابغى ابعدها شوي، خلاص اسحب اللوحه ثم اروح مثلا الى القالب الثاني اللي هو القالب، يعني لو انا ابغى ارسم مربعات يعني هي مربعات نص، سواء كانت مربع وهذه يعني اشكل والون المربع هذا كيف طريقته، احط عليه رابط، ابغى احط لينك لشيء معين، احط وهذا توسيط وكذا والحجم يعني الى اخره، ومثلا احط لي مربع، احط مثلا النجمه، و يعني خذ ما تريد الحقيقه من
الأدوات والأشكال اللي تعطي صراحة يعني حيوية جميلة، وأنت تستخدم أنت ويا فريق العمل تستخدمون مثل هذه المنصة. هنا موضوع الأسهم، هل أنت تبغى تربط بين الاثنتين ب ب ب ب ب ب ب خط مستقيم أو تعرج، يعني تختار اللي تبي، أو تربط بينها بسهم، سهم مثلا قل سهم عادي يعني سهم صغير، مثلا بربط ما كتبته هنا أربطه بالمساجد، شلون؟ أو يعني من باب يعني جمالية النماذج ممكن احنا نربط مثلا هذا المربع بالمصنع بسهم كبير يعني كذا، وهكذا. في بعد في الأسهم هنا تستطيع انك تكتب اسم الـ هذا اسم الـ 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 الرابط، اسم الرابط اللي بين النجمة والمربع، تقول مثلا والله التوريدات، التوريد، تمام؟ خلاص لو اضغط على شوف شلون التوريد، يعني انا العلاقة بين هذا بين ما وجد في النجمة دي وبين المربع علاقة توريد، تمام؟ أنا أقول مثلا إيش علاقة النجمة بالمسجد؟ مثلا نكتب اسم الخيط نكتب الاسم هنا مثلا خدمات تقنية، فأنا أعرف أن هناك ارتباط بين هذا وبين المسجد فيما يخص إيش الخدمات التقنية، وهكذا. الأمر اللي بعده، طيب خلصنا إحنا الآن من النجمة من 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 التوصيلات هذه وكيف أشكال الـ الأسهم، نجي مثلا هنا لو أنا بكتب كتاب بإيد خط، أنا مثلا أختار اللون الأحمر، فلاحظ شو كتب مثلا لا يعني خط ادري الشريك واقعي، يعني انا قاعد اكتب او مو بلازم كتابه، ممكن احنا نخطط على طول يعني بس باليد، ممكن احنا نختار اي خط، نختار اي لون، يعني نختار اي لون و معليش نكبر الخط، شلون نكبر الخط؟ كل ما كبر الخط صار الخط اكبر، وهكذا. هذا طبعا يعطي ايش؟ الادوات هذه تعطي جماليه الى حد ما مثل ما قلنا. طيب هنا التعليقات، انا لو مثلا عندي حاجه في المربع هذا او المساجد مثلا، هذه المساجد معليش نلغيها، انا بسحب شوي بروح لابتكار الخدمات، يقول طيب انا ودي افهم وش اقصد بابتكار الخدمات، يعني بس اضغط على ايقونه التعليقات هذه واضغط على المربع يجيني ايش؟ الكتاب، يعني يقول والله ابتكار الخدمات هذه خاصه بالعمل الخيري مثلا، خلاص اضغط كذا اضيفها واختار ايش لون الايقونه، ازرق احمر، وهذه الكتابه، وارسلها من واخر اليه. في الاخير شوف لاحظ ان الان هنا موجوده شلون، فلو انا اسال الان ايش ابتكار الخدمات هذه، فاضغط على الايقونه هذه كتعليق يعطيني ايش؟ صح، هذه الخاصه بالعمل، واكتب تعليقات ثانيه، يعني تعليق بالمساجد، تعليق هنا مثلا لو انا بعلق على هذه شيء معين واكتبها، وهكذا. خلاص ارسلها، اصبح عندي هنا تعليق. الامر الثاني، لو انا مثلا هنا طبعا الموضوع ايش؟ الان انا عندي لوحه،
يعني افترض اني مثلا هنا هذه مجموعه ادوات سويتها، ابى ابعد وبا اسوي لي ادوات ثانيه، بضغط هنا مثلا عشان الوقت يعني بالامكان شيء زين. هذا الثاني وكذلك هذا عمل انا سويته الان يعني اجتماع لقاء نقاش في بعض الامور، وابى ابعد بعد زون واحط لي كذلك مثلا النجمات احط لي معين احط لي مثلا دائره تمام. واشتغلت على هذا يعني هذا هذا مثلا آلية عمل هذا نموذج افترض انه حتى نموذج عمل او قالة من القوالب اللي تكلمنا عنها، مثلا هذا قال وهذا قال وهذا قالب اخر زين. طيب ايش بستفيد انا؟ ايش فكره المربع هذا؟ اللي هو يقسم لك القوالب على لوحات خاصه. شلون؟ يعني انا مثلا هنا ابى اوسع بحاول انها تشمل كل القالب تمام؟ ايوه شلون؟ لاحظ هنا الان اصبح كانه ايش؟ كانه لوحه خاصه، حتى هنا في فرق أو واضح الحدود هنا أن هذه كأنها لوحة خاصة. طيب أطلع منها أروح هنا أقول والله أنا أبغى هذه بعد لوحة خاصة، هذه خليها لوحة خاصة. طبعا هذا سهم للي صار شيء غلط سويته سوي عملية ايش؟ مراجعة. ما ادري ايش. انا مثلا بحط هذا كلوحة خاصة. تمام؟ وهذا كذلك سلام لوحة خاصة. تمام؟ طبعا انا افترض ايش؟ انها مي بطريقه، يعني هذا نموذج وهذا نموذج وهذا نموذج. بس انا ودي ايش؟ انا وفريق العمل نبي نطلع على النماذج هذه. فانا اسوي كل واحده كلوحه خاصه فيها علشان هنا تخدمني واوريكم اياها بعد شوي. هذه طبعا هذا هو الغرض من الشعار هذا، انه انا عندي لوحه كبيره اقدر اقسم الموجودات فيها الى مجموعه لوائح لوحات من خلال النموذج. ثم في الاخير يجينا ايش؟ طبعا هذا هنا اللي هي الله يسلمكم شيء تضيفه في اللوحه. يعني مثال انا الان عندي ملف اضغط عليه تمام؟ لما يطلع شفت شلون؟ هذه ملفات، هذه صور يا جماعه وهذه ملفات دي اف. فانا مثلا باضيف طيب باضيف هذا الملف، شوف شلون؟ اضيفه باضيفه على وش؟ على اللوحه زال علينا. طيب نجي ناخذ هذه مثلا حجة كبيرة. طيب معلش أضيف مثلا اللوحة هذه الآن قاعد يسوي لها أبديت تحميل على إيش؟
نماذجنا. فأنا مثلا أوري الإخوة اللي عندنا اللي معي في الاجتماع هذا، بوريهم مثلا بحث معين أو 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 ملف عمل أو كذا، خلاص. وهنا تقدر تتحكم في الملف. هذه الصفحة الأولى، اللي هو يعني الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الرابعة إلى آخره. شفت شلون؟ وما بغيته خلاص أضلله وأحط له ديليت ويروح، أو أضيف إيش؟ أضيف صورة. أنا بضيف هذه الصورة. طبعًا مو أنا بالحالي، مو أنا فقط يعني، حتى كل أي واحد في الفريق اللي معنا له قابلية إنه يضيف مثل هذه الملفات والصور. وفي الأخير عشان بس يبين، يمكن ما تصير صور معبرة، صور شغل يعني، اجتماعات ولقاءات وفيديوهات أو كذا، فيجي ويضعها في اللوحة حتى تعطي انطباع أكثر للموضوع. وهكذا. طيب، واضحة هذه كلها، انتهينا من هذا. نجي للي تحت. اللي تحت هنا هذه اللوحة، هذا اللي هو يستعرض لك اللوحات اللي إنا قسمناها بطريقة واضحة، بطريقة واضحة. مثال، أضغط عليه مثلا، شوف شلون. هنا يقول لك شوف. طبعا انا اقدر اسمي، يعني اضغط عليه واسمي هذه اللوحه مثلا لوحه المعمل. تمام، لوحه المعمل. هنا اقدر اسميها لوحه ثانيه وهكذا. المهم انا مثلا بروح لما المعمل على طول يعطيني اياها، يعني هو يحرك لي اللوحه الى حد. هذا هو فائده المربع هذا او والأداة هذه، هذه فائدتها، إنه لما أخصصها خلاص هو يعطيني إياها بالحالة، يعطيني هنا اللوحة الثانية، يعطيني هنا اللوحة الثالثة، ما يحتاج. وأنا عندي مجموعة كبيرة من اللوحات، ما أقعد أنا أسحب إيش اللوحة أدور وين راحت وين جت، لا خلاص، هذا أصلاً موجود عندي، لكن شرط إني أستخدم الأداة هذه وأضع على يعني أحدد هذه كلها كلوحة مستقلة. تمام؟ النموذج الثاني، الأداة الثانية هنا لا، هنا يقول لك ما يحتاج تروح ذا على طول. أنا عندي هنا يعطيني التحريك أسفل الصفحة، هذه النموذج الثالث، هذا الثاني، هذا الأول، مباشر تكيه على حجم إيش الصفحة وحجمها. شوف أنت تفاصيل النموذج اللي إحنا بنيناه أو تفاصيل الكتابة اللي إحنا كتبناها من أجهزة. طبعا أشياء كثيرة، المراجعات والتدقيق، ولو في تعديل أو حذف أو كذا، لأن الدنيا ما هي عاد بسرعة، لا لازم ناخذ إحنا راحتنا ومراجعاتنا في هذا الموضوع. تمام؟ خلاص نبغي نرجع زي أول، نصغر شوية. أوه صغرنا واجد. تمام؟ طيب. هنا طبعا يعني اشياء بسيطه صراحه، اللي هو موضوع التعليقات، موضوع الشات اللي بين الفريق، يعني لو يبغونهم يتحدثون فيما بينهم عن طريق الشات، خلاص هذا الشات موجود عندهم. وموجود هنا طبعا يعني البطاقات، لو احد عنده بطاقات او في تعريفات وكذا. وهنا الفيديو، هنا لو أنا عندي ناس معي في المجموعة أربعة أو خمسة أو ستة معنا، نقدر إحنا من خلال هذه نضغط على الأيقونة. طبعا هذه تحتاج إلى اشتراك، لكن لو أضغط على هذه يطلع لي كل الفريق، نتكلم احنا وياهم بث مباشر، نتكلم احنا وياهم، او نتكلم بالصوت، او نتكلم بالصوت. وطبعا هذه لو عندي تصويت على فكره معينه احتاج اني اصوت عليها، هل هذه افضل من هذا، استخدم هذه، وهي متاحه الان لانها تبغى لها ترقيه. وهذا الفيديو، انا لو بتحدث مع ناس بشكل مباشر او مع المجموعه او شخص معين
اضغط عليه اختار الشخص اللي انا ابغى اتحدث انا وياه مباشر، وهذا لو بغيت اشوف الوقت او اضيف وقت ل او ساعه الانشاء والى اخره. وهنا الله يسلمكم الانشطه لاحظ هنا يعطيك كل الانشطه، شوف بالتفاصيل اول ما بديت ايش سويت. حتى لو انا بسال يا اخوان من اللي كتب ابتكار الخدمات هذا مين، فاروح ارجع ايوه فلان هو اللي اضاف، هو اللي كتب ابتكار الخدمات، فاعرف بالضبط ايش العمليات اللي انا احنا الفريق طبعا سويناها بالتفاصيل. تمام يا جماعه، كل هذه ادوات يعني تريحنا صراحه من هذا الموضوع على اننا ندير اداره فريق العمل واداره. لو انا ابغى حتى اضع يعني مختبر افتراضي من خلال هذه المنصه، يبقى عندنا يعني حاجات بسيطه الان اللي هو هذه المساحه، هذه تكبير تصغير، وهذه لو انا بشوف الخريطه يعني خريطه الصفحه بشكل صغير، يعني هذا اللي هي اللوحه الاولى، هذه الصوره، هذه اللوحه الثالثه، وهذه اللوحه الثانيه، او اني الغيها. هذه لو ابغى انا اكبر الصفحه يكون حجم الشاشه كامل، يعني يروح كل يعني كل شيء خلاص، ما في صفحه اكبر، لكن ما ابغى اروح اصغرها، ارجع زي اول يعني، وهكذا. تمام يا جماعه؟ طيب بعد ذلك نجي هنا، هنا طبعا اشياء بسيطه، البحث لو انا ببحث عن كلمه معينه المصنع فيعطيك اياها على طول. والله احنا نسينا حاجه، وش هي؟ وين الصوره؟ طبعا ما لازم نكتب شيء يعني ابتكار، نبحث وين الابتكار؟ ما في ابتكار، جاني على طول. فهذه تساعدني على اني اصل مباشره الى ال 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 الكلمه اللي انا احتاجها في السيرش. وهذا طبعا تبي هذا زي ما قلت الفيدباك حق الفريق نفسه، المنصه تعطيك تشروحات كذا، يعني هذه فيديوهات تشرح ايش ال، والله يحييك يعني يرحمون بك، تشرح يعني معلومات كذا تحتاجها. وهذه لو في نوتات معينة، تكتب شيء معين من عند الأخوة، يعني تبقى هذه نوتة بس نوتة خارجية، يعني شيء خارج المنصة، يعني كتابات خارجية خارج العمل، يعني إذا تبغون شيء. هنا طبعا لو أنك سويت شيء غلط ترجعه هذه. وهنا لو أنا بربط معليش يا جماعة أنا نسيت هنا حاجة، اللي هو اني اربط هذه بادوات اخرى. اذا انا عندي ادوات ثانيه اربط هذا العمل في منصه ثانيه في شيء اخر او تطبيق اخر، فهذه يعني اداه تستخدمها ان كانت يعني مختصره في بعض الاشياء. وهنا اسم اللوحه، ايش اسم اللوحه عندكم؟ نقول معمل رواق للابتكار. تمام خلاص، وهذا وصفها انها 1 2 احسن شيء وكل شيء. وهنا طبعا من اللي مالك لها فلان الفلاني اللي هو مدير الفريق، مدير الفريق عاد يكون هو الاسم هنا، ومتى انشئت وكذا ومعلومات عنها وخلاص. لذلك انا الان جاهز اني اسوي ايش؟ شير لهذا، ارسله لاي شخص سواء كان على رابط على اي شيء. اتوقع هذه خدمات اخرى تحتاج الى اشتراك، وبنتكلم عن الاشتراك ان شاء الله. هنا الشير، معلش، هنا الشير هنا الان انا ابغى انقل هذه اللوحه الى ايش؟ الى اشخاص معين، اخذ اللينك اضيف اشخاص اخليهم ينظرون والى اخره، وهذا يعني اللينك حق الدعوه، انسخ لك الدعوه علشان ارسل للشخص، فيجي يطلع مباشره يدخل على ايش؟ من خلال لينك يدخل على هذه، يدخل على هذه اللوحه. بهذا ايها الاخوه يعني قدمنا ايش التصور، كيف احنا نستفيد من هذه اللوحه بشكل كامل. احنا انا باختم
بنموذج سويته. قبل ما أتكلم عن الترقية، قبل ما أتكلم عن الترقية، هذا مثلا شيء اللي هي عمل اشتغلت عليه. ما كان يحمل. ولاحظوا كيف يعني ضميت أو رتبت اللوحات فيما بينها. يعني أنا الآن استخدمت هنا ثلاث قوالب. استخدمت القالب الأول اللي هو الخريطة الذهنية. القالب الثاني استخدمت تدوين الأفكار. تدوين الأفكار. وهنا استخدمت رحلة العميل. خلونا الآن نطلع على إيش؟ على أنا بس استخدم اللوحة بشكل كامل. هذه اللوحة الأولى. كبرها شوي عشان تصير واضحة. هذه اللوحة أول شيء عندي أنا عندي المشكلة. لاحظ الآن هذا هو التحدي، إن هناك أناس ما يقرؤون القرآن، يهجرون القرآن. فعلشان أفهم أو عشان أصنع أنا مبادرة أو فكرة، لازم أنا أفهم المشكلة، لازم أفهم التحدي بتفاصيله. فعادة الخريطة الذهنية تساعدك على هذا الشيء من خلال إنك تقول لك والله حط المشكلة هنا، نضع المشكلة هنا في الأساس اللي هو هجر القرآن، ثم يقول لك إيش الأسباب؟ إيش الأسباب اللي أدت إلى هجر القرآن؟ تقول والله عدم الاهتمام، عدم التعود، كثرة الوليات. طيب هل لعدم الاهتمام مشاكل ثانية؟ أي والله في ضعف توجيه، عدم وجود قدوة معينة، طيب عدم التعود، وسائل التواصل أشغلتنا، ما في عزيمة، كثرة الوليات عندي سببت التشتت، بحيث أنا ما ألقى وقت، حتى لو أنا بقرأ القرآن ما أركز. فأسكر وأشوف أناظر المسلسل الثاني. لاحظ أني قاعد أنا أجمع معلومات. لاحظ أني أنا قاعد أجمع إيش؟ معلومات. ثم أقول هنا هذا الجزء الأول. الجزء الثاني ما الآثار التي تسببت، ما الآثار التي نتجت من عن هجر القرآن؟ يقول والله ضياع الأجر، ضعف الإيمان، عدم الراحة، يعني ما أرتاح وأنا فاتح المصحف. أنا الآن لاحظ أن عندي مشكلة، فهمت أسبابها وفهمت الآثار التي المترتبة عليها. هذه يا جماعة هي المعلومات اللي إحنا نحتاجها بالضبط. هذه هي المعلومات اللي إحنا نحتاجها بالضبط. علشان إذا فهمنا المعلومات، فهمنا مش التحدي وش بالضبط، أسبابه وأثاره ومشاكله وتفاصيله، نستطيع أن نحدد الهدف. نستطيع أن نحدد الهدف. الهدف عندنا في المبادرة قراءة جزء من القرآن، قراءة جزء من القرآن. طيب قد يكون توليد الأفكار هذه بعد تحديد الهدف، قد يكون نكتب الأفكار، ندون الأفكار قبل ثم نحدد الهدف، ما في مشكلة كذا أو كذا. لكن في الأخير أنا أي تحدي عندي لازم أحدد ما هو الهدف اللي أنا أبغاه. فما ينفع أني تقول أنا عندي مشكلة وأطرح فكرة لحل المشكلة هذه، كيف تحلها طيب؟ أنت إذا حليتها إيش الهدف؟ إيش الشيء اللي أنت توصل له عشان نقول أنك صح عالجت المشكلة؟ لا تحدد. ولهذا أنا جيت وقلت للفريق فكروا معي، ما هي الأفكار اللي عندنا من أجل أن نفتك من أو نعالج قضية هجر القرآن أو نحقق هذا الهدف لو أننا قدمنا له؟ فقالوا تخصيص وقت، تطبيق توقيت، تخصيص جائزة، قراءة جماعية، قراءة مقالات، قراءة مختصة تفسير. ثم طبعا هذا إجراء يعني مو اختياري، إني أنا أربط الأفكار بالمشكلات أو بالآثار. تمام، أربط الأفكار بالمشكلة نفسها، أسبابها أو آثارها، حتى أنا أفهم بالضبط. لو أنا بسوي فكرة قراءة القرآن تعالج أي مشكلة عندي، تعالج ضعف العزيمة، أيوة ممتاز،
هل عندي افكار ثانيه تعالج ضعف العزيمه؟ احطها، شفت شلون؟ فانا اقول ضعف التوجيه، ايش الافكار اللي تعالج لي ضعف التوجيه؟ والله قراءه مقالات عن القران، حضور دروس، حضور محاضرات. لاحظ اني اذا كثرت مجموعه الافكار هذه، اما اني انا استخدمها في المبادره نفسها كمراحل، او اني لا اختار اجمع هذه الافكار كامله والخصها في فكره او فكرتين اطبق عليها المبادره اللي انا احتاجها. جميل. بعدين لاحظ الان انا ايش، وانا عندي هنا لاحظوا تعليم يعني ضيع الاجر، واضغط عليه قال كتاب كذا كذا، يعني في حاجه تبين لي يعني ايش ضيع الاجر، يعني اني انا بقرا كتاب معين، في حاجه معينه وهكذا. انا الان ايش سويت؟ فهمت، حددت المشكله، عرفت، فهمت المشكله اسبابها واثارها، ثم اخذت كل او 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 بحثت عن كل جزء من اجزاء المشكله هذه او الاثار، وولدت ايش؟ مجموعه افكار من خلال فهمي لهذه المشكله. وفي الاخير انا اجمع هذه الافكار كلها، اشوف هل تحتاج الى يصير عمليه توليد. وفي نماذج موجوده لموضوع توليد الافكار او دمجها او حذفها او 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 البناء عليها اذا عرفتوا، او انكم من برا تسوون لكم اياها، يعني كيف اننا نضم بعض الافكار لبعضها. ممكن اصلا احنا هنا نحركها، يعني ممكن نجمع الافكار مع بعض، نشوف انها لها ارتباط ببعض، ونحط فكره رئيسيه لها. بعد ما نخلص من هذا، ما هي المبادره؟ ما هي ذا؟ نقول والله نرسم خارطه العميل. هذه خارطه العميل، هذه الاوقات، وهذه اللي هي الاهداف. اهداف كل مرحله. هذا الصباح ايش الهدف؟ الهدف التهيئه، عشان التهيئه لليوم كله لقراءه الجزء. التهيئه هذه معناتها عندي نشاط اني اقرا خمس اجزاء، خمس صفحات، يعني ما اقرا الجزء كله في الصباح، لازم فتره تهيئه. ايش وضع العميل؟ ايش شعوره؟ والله فرحان، ممكن يصير فرحان، زعلان، متضايق، الى اخره. طيب ايش هي رساله التحفيز؟ هذا التواصل، اتواصل معه من خلال رساله تحفيز، يلا شارك معنا في قراءه الصبح، صباح الخير، الى اخره. وهنا المسؤول، من المسؤول الفترة هذه؟ يمكن هذا كله مسؤول واحد، يمكن ثلاثة أربعة حسب. نفترض أني والله عندي محمد هنا موجود، محمد هو المسؤول عن فترة الصباح. أنا عندي خارطة الآن، الظهر مثلا إيش الهدف؟ أني أشتغل في التجويد، ولذلك أنا أحتاج إلى قراءة جماعية، وبقرأ 10 صفحات. أوه مبسوطين الناس لأن في قراءة جماعية وفي تجويد وفي كذا، أو الحافز وكذا، يكون هناك حلقة بعد صلاة، بعد الصلاة، تمام؟ اللي هو نقطة الاتصال، أني أنا أجتمع أنا وياهم في حلقة عن بعد أو حلقة مباشر وكذا، وهكذا. يعني العصر التعلم، قراءة مقال، والله متضايق أو ثقيلة عليه، وأرسل له أنا الملف، هذه نقطة التواصل بيني وبينه، مسؤول عني يا فلان وكذا. لاحظ الآن أنا عرفت المشكلة، عرفت الأسباب، ولدت الأفكار، من خلالها بنيت مبادرة تساعدني على تحقيق الهدف اللي أنا أبغاه، اللي هو قراءة الأسبوع، تمام؟ الله يحييك. طيب بهذا الطريقة، بهذا النموذج، يعني أتصور أننا وصلنا إلى، يعني شارح أرجو أن يكون يعني مكتمل وجيد لهذه المنصة اللطيفة. أساساً هي منصة لطيفة، و يعني إن شاء الله يعني لو اشتغلنا عليها بطريقة جيدة سنصل إلى مستويات ممتازة لموضوع الابتكار وإدارة فرق العمل. أختم، وإذا يعني في أحد عنده استفسارات او شيء بستقبلها بعد هذه، اللي هو موضوع الترقيه. طبعا المنصه عندها مجموعه من الباقات، الباقه الاولى المجانيه،
وهذا طبعا الخدمات يعني اهم شيء لازم نفهمه انهم يعطونك ثلاث لوحات تستخدم فقط ثلاث لوحات، لو تبي الرابعه لا، يا ترقي او تحذف احد اللوحات اللي عندك. وطبعا ما في لا عندك يوزر واحد وما في احد يعني يشتغل معك، ولا طبعا في موضوع الفيديو والصوت وكذا. وحتى هناك مجموعه من القوالب تكون خاصه بالاقسام الثانيه او الباقات. الباقه الثانيه اللي هو $8 للشخص الشهر، وهذه مجموعه من الخدمات عندها وتقدرون على راحتكم. وفي اشتراك ثاني اللي هو البزنس 16 للشخص الواحد، وفي المخصوص يعني لو انت تبغى حاجه خاصه. هم حاطين اعداد يعني فوق 2، هنا فوق 20 واحد، هنا فوق 50 واحد. فتجي تطلب تعطيهم ايش الطلب اللي انت عندك وكذا، وتتفاهم انت وياهم على التسعير. تمام؟ بهذا اختم حديثي عن هذه المنصه الجميله. ارجو انكم يعني انبسطتوا واعطتكم كذا شيء من يعني الروح والفعالية. أنا يعني يوم طلعت عليها واشتغلت عليها صراحة انبسطت، صار عندي كذا فعالية أكثر في إني أنا أشتغل وأنجز أعمالي مع الفريق بشكل كامل. لا توجد أسئلة، الأمور واضحة. شكرا لكم جميعا، والله يحييكم في ما تحتاجونه. وصفحتي على تويتر أديب أم أم، لمن يرغب في التواصل والنقاشات حول هذه المنصة أو غيرها. شاكر لزملائي وأحبابي في منصة رواق أن فتحوا لي هذه النافذة الجميلة صراحة. يعني رواق من المنصات اللي أنا يعني أحبها وأعتز فيها، وأي شيء يعني لا علاقة بالرواق فأنا دائما أحب أني أشاركهم في هذا الخير. الله يحفظهم ويجزاهم خير. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم.